سائل يقول: هل يجوز قول علي الحرام؟ وإيش هل هي الحرام وإيش؟ هكذا قال: عليه الحرام إن كان يقصد الطلاق أو يقصد حرام الطعام والشراب، ما ندري شو يقصد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ويقول أيضا: وهل يجوز القول للميت إن الله غفر له؟ أن يقول للميت إن الله غفر له؟ مش أدريه، نرجو للميت المسلم، نرجو له وندعو له أن الله غفر له ويغفر له. أما الجزم ما ندري، هذا ما يعلمه إلا الله عز وجل أو من أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.